نهاية مسيرة لاعب كرة القدم ليست النهاية، والتوجه إلى عالم التدريب هو البداية أو الاستمرارية في عالم مليء بالتحديات والإنجازات. فالتوجه إلى عالم التدريب له خصوصية يجب أن تتوفر في المدرب، فليس كل لاعب دولي سابق هو مدرب ناجح، والأمثلة كثيرة. des anciens joueurs donc لاعبين سابقين اللي تعداو على الفريق الوطني دونك عندهم une grande expérience et en même temps عندهم l'UEFA A. وكاين ثاني مدربين جزائريين يعملوا في الخارج وعندهم l'UEFA A. احنا قلنا بوركو ما نجيبوش هاد الناس هذوما هنايا ان يديروا ليكيفالونس حتى ولا كان يوليو يقدروا يلعبوا هنايا في يدربوا في البطوله الجزائريه لازم لهم هذا لو ديبلوم تاع لاكاف. حيث عرفت السنوات الأخيرة بعد اعتزال العديد من اللاعبين الدوليين التوجه إلى التكوين والدراسة من أجل الحصول على شهادة عليا في المجال والتي تسمح لهم في مزاولة هذه المهنة. تدخل ضمن الإطار أو برنامج العام للمديرية التقنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويدخل أيضا هذا في شقه التقني، ويدخل أيضا ضمن التزام رئيس الاتحاد بالوفاء بالتزاماته التي قطعها في بداية مشواره على رئاسة الاتحاد. وهو ما تعمل عليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في توفير العديد من التربصات التكوينية على أعلى مستوى من أجل الرفع من قدرة وتحسين أداء المدربين الجزائريين، حيث شارك العديد من اللاعبين الدوليين السابقين في صورة عبد القادر غزال وكريم زياني وخالد نموشية من أجل الحصول على شهادة كاف أ، والتي تسمح لحاملها العمل مع النوادي المحترفة في القارة السمراء والمنظم من طرف الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، حيث أكد اللاعبون السابقون على أهمية مثل هكذا تربصات من أجل تبادل المعارف والخبرات في المجال والتي تسمح لهم في تطوير مهاراتهم التدريبية. Pour l'instant, le plus important, c'est de se former. Après, on verra en temps venu. Voilà. Pour l'instant, tout se passe très bien. On a été très bien accueillis dans un site où il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. On est dans de bonnes conditions et on apprend. C'est magnifique qu'on puisse se retrouver là, dans de très bonnes conditions, pour promouvoir tout ce qui est le coaching du football algérien, parce que ça c'est une formation où on va avoir des diplômes, Inch'Allah, et c'est très bien, ça se passe très bien. تكوينات وتربصات تعكف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على تنظيمها لمرافقة قدماء اللاعبين من أجل رفع من مهاراتهم التدريبية قصد الولوج إلى عالم التدريب والتأقلم مع المستجدات العالمية في الساحلة المستديرة.